محمد البابا الباحث المختص في الشأن الأوكراني. سيد محمد أهلا بك معنا. يعني من خلال هذا التزويد العسكري للسفن الروسية، ما تسعى إليه وما يسعى إليه الجيش الروسي وما يسعى أيضا لاستهدافه من بنية تحتية ومنشآت للطاقة وما يتم الإعداد له؟ نعم، ويمكن قراءة يعني ما حصل خلال الأشهر الخمسة الماضية عندما بدأت روسيا باستهداف منشآت البنى التحتية الأوكرانية من يعني مصادر الطاقة أو مصانع الطاقة ومحطات الكهرباء ومحطات التدفئة، إضافة إلى بعض الأهداف العسكرية التي يتكتم الجانب الأوكراني عن الإعلان عن إصابتها. ولكن يمكن القول أنه خلال الفترة الماضية خفت وتيرة الضربات الصاروخية بعد وصول أو حصول أوكرانيا على خفت تأثير هذه الضربات الصاروخية بشكل كبير، خاصة يعني في بعد رأس السنة عندما حصلت أوكرانيا على منظومات دفاعية متطورة، ويعني أصبحت عندما تطلق روسيا 100 صاروخ أو 80 صاروخ حوالي 70 إلى 80% من هذه الصواريخ تستطيع الدفاعات الجوية الأوكرانية إسقاطها. لذلك أصبحت الضربات الصاروخية هي ضربات رمزية لا تؤثر. مثلا يمكن القول منذ 3 أسابيع أو 4 أسابيع عاد التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي، مع بعض الاستثناءات في بعض المناطق يتم قطع التيار الكهربائي فقط للتوفير، ولكن الجانب الأوكراني يعي تماما خطورة الضربات الصاروخية التي يعني طالت خلال الفترة الماضية المباني السكنية وأدت إلى سقوط ضحايا. معظم الصواريخ التي سقطت خلال الشهر الماضي على المدن الأوكرانية كان يتم إسقاطها أو تصيب المباني السكنية، وهذا ما حصل في مدينة دنيبر عندما أصاب أحد صواريخ كاليبر سقط على مبنى سكني مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين. وأيضا خرسون، هذه المدينة التي تتعرض بشكل مستمر لضربات صاروخية، قبل 4 أيام أو 3 أيام كان هناك قصف على خرسون، قصف صاروخي أدى إلى السقوط، يعني سقطت الصواريخ على بازار شعبي، على سوق شعبي، مما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين وإصابة عدد كبير منهم. يعني الأسطول الروسي هو في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم بالتحديد، يعني كيف تبدو استراتيجية هذا المكان الذي يتواجد فيه هذا الأسطول الروسي سيد محمد، وأيضا ما تستطيع أن تحققه روسيا من خلال هذا الموقع؟ يعني يمكن القول الجانب الأوكراني، وأنا أتكلم وأنقل الرأي العام، يعني الجانب الأوكراني استهدف قاعدة سيفاستوبول البحرية، وهي تعتبر أكبر قاعدة بحرية للجيش الروسي على البحر الأسود. وكانت يعني روسيا قبل احتلال شبه جزيرة القرم كانت يعني حافظت ضمن الاتفاقية التي وقعت في اتفاقية بودابست، حافظت على وجود الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم وفي ميناء سيفاستوبول. لذلك يعني كان وجود هذا الأسطول نقطة استراتيجية ونقطة متقدمة للجيش الروسي في البحر الأسود. ولكن من الناحية الأوكرانية الآن يعتبر أن وجود هذا الأسطول في شبه جزيرة القرم هو احتلال للأراضي الأوكرانية واعتداء على السيادة الأوكرانية، والجيش الأوكراني نفذ ضربات صاروخية وضربات بمسيرات جوية ومسيرات بحرية استطاعت إصابة عدد من السفن داخل ميناء سيفاستوبول العسكري الذي يضم يعني مركز قيادة أسطول البحر الأسود. الآن روسيا تصعد من وجودها العسكري في البحر الأسود، وذلك استعدادا لما يتداول أنها ستقوم بهجوم كاسح وكبير على أوكرانيا. وأيضا يعني تحاول الدعاية الروسية إفادة أن روسيا تستعد لعملية إنزال في الشواطئ الأوكرانية في البحر الأسود مثل نيكولايف وأوديسا، ولكن الجانب الأوكراني يعي تماما كل الخطط الروسية. وأيضا أوكرانيا بدأت يعني حصلت على منظومات أرض بحر، وأيضا استخدمت هذه المنظومات خلال هذه الحرب، مثلا منظومة نبتون أوكرانية الصنع التي أصابت إحدى أهم البوارج العسكرية الروسية وهي موسكو، والتي أسقطتها وغرقت هذه يعني المدمرة في البحر الأسود بعد إصابتها بصواريخ نبتون. الجانب الأوكراني لديه الوعي الكافي وكيفية مجابهة أي خطة عسكرية روسية، يعني حتى إن أطلقت هذه البوارج العسكرية الصواريخ لن يكون لها التأثير الكبير، لأن الدفاعات الأوكرانية نظرا للدعم المقدم
بالفعل بالفعل هي تستطيع اسقاط الجزء الاكبر من هذه الصواريخ في حال تم اطلاقها. طيب سيد محمد، هناك ايضا دعوات علنيه متكرره من كييف للمطالبه بتزويدها بطائرات F-16، في حين يستبعد الرئيس الامريكي جو بايدن تزويد اوكرانيا بطائرات مقاتله حاليا وهي F-16. كيف يتم التنسيق بين ما تريده اوكرانيا وما يتم امدادها من دعم؟ نعم، ولكن للحديث عن موضوع طائرات F-16 هناك مشكلة تقنية، لأن يعني الطاقم الذي سيقود هذه الطائرات هو يحتاج إلى فترة طويلة للتدريب حتى يستطيع قادر على قيادة وتنفيذ عمليات بهذه الطائرة المتطورة. لذلك كان خطاب الرئيس أو كلمة الرئيس بايدن أنه في الوقت الحالي لا يظن أن أوكرانيا بحاجة، هو لم يقل أنا أرفض تسليم، صحيح، لأنه أكد أنه سيسلم. لذلك عندما يتم الحديث عن طائرات F-16 يجب أن نعلم تماما أن هذه يعني المرحلة هي أو هذا الوقت هو ضيق لتسليمها، هي بحاجة إلى فترة أطول. ولذلك يتم الآن بحث أمور أخرى، مثلا تزويد أوكرانيا بمقاتلات ميك تمتلكها عدد من دول الناتو، وهناك أكثر من 600 طائرة ميك تمتلكها دول مثل إستونيا، مثل بولندا، مثل تشيكيا، مثل بلغاريا. هذه الدول التي ضمن حلف الناتو تمتلك عدد من الطائرات التي تستطيع تقديمها لأوكرانيا، وستكون دعم كبير للجانب الأوكراني في هذه الفترة. أما الحديث أن يعني بعض الدول هي مستعدة لتقديم طائرات F-16، نعم، رئيس وزراء بولندا بالأمس أكد أن بولندا مستعدة أن تبدأ غدا بتدريب الطيارين الأوكرانيين، وأنها مستعدة لتزويد أوكرانيا بطائرات F-16 في أسرع وقت ممكن بعد إنهاء تدريبات القوات الأوكرانية. وأيضا دبابات ليوبارد بالأمس دخلت أول دبابة ليوبارد قدمتها بولندا إلى الأراضي الأوكرانية، ورأينا يعني تسجيلات لوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنكوف الذي دخل وتفقد إحدى الدبابات التي أصبحت الآن على الأراضي الأوكرانية. وبهذه الخطوة بدأت الدول وحلفاء أوكرانيا وشركاء أوكرانيا بتسريع عملية تسليم الدبابات، حيث كان هناك حديث ويتداول خاصة في الإعلام العربي الذي يرى دائما يعني الردود الروسية أكثر من الردود الغربية. بدأت الدول الغربية تثبت على أرض الواقع أنها مستعدة لتقديم السلاح لأوكرانيا، ورأينا بالأمس وصول أول دفعة من الدبابات، دبابات ليوبارد، إلى الأراضي الأوكرانية بعد إنهاء تدريب القوات الأوكرانية التي استغرقت فقط من 3 إلى 4 أسابيع، ولم تستغرق كما كان يتداول 6 و7 أشهر. الجانب الأوكراني يتدرب بشكل سريع، الجنود الأوكرانيين يحققون أرقام قياسية في التدريب، في التنفيذ، وأيضا في مدينة باخموت بالأمس كان هناك تحرك كبير للقوات الأوكرانية التي استطاعت قتل أكثر من 600 جندي أوكراني فقط في 4 ساعات، وهذه الفرق التي بدأت دخلت ساحات القتال هي التي أنهت تدريباتها في بريطانيا وفي تشيكيا وفي ألمانيا خلال الفترة الماضية، والآن بدأت تنتقل وتصل هذه الوحدات إلى خطوط التماس وإلى ساحات أو ساحات الجبهة في شرق أوكرانيا.